كمال ربيع من مدينة تالودانت، يمثل جمعية بقالة تالودانت، عضو مكتبي. الحمد لله اليوم جينا لمدينة الدار البيضاء في المصنع الخاص بشركة بيلا توزيع لأتي السبع. الحمد لله كان واحد اللقاء تواصلي اللي جمع جميع التجار وجميع الجمعيات بالمغرب في هذه الشركة هذه، اللي كنشكروا الناس اللي يعني الإطار الإداري ديالها وكذلك الناس اللي كيشرفوا عليها. اللي كانت عندنا واحد جلسة تواصلية مع الإدارة ديال الشركة، وكذلك كانت واحد الجولة داخل مصنع ديال الشركة اللي كنتمنوا إن شاء الله من هذا النهار هذا يعني كنعرفوا بالمنتوجات اللي كنبيعوا في المحلات ديالنا، ومن بينتها من طبيعة الحال أتي السبع. وهذا شرف لنا اننا نحضروا مع الشركه هذه لان شركه مغربيه محضه، وكنشكرهم على هذه المساله هذه. وكان الحمد لله حنا جد مسرورين بالتواجد ديالنا، وشكرا جزيلا. حكم العلاوي رئيس جمعيه بقاله تفلت، وكذلك عضو المكتب التنفيذي الفيدراليه الجمعيه التجاريه والمهنيه والحرفيه بالمغرب. بدايه كنشكروا شركه بيلا توزيع ديال اتاي السبع على الدعوه. فالحمد لله جينا حضرنا المصنع شفنا مراحل الانتاج، لقاء تواصلي مع ممثلين ديال الجمعيات وممثلين التجار وكذلك المسؤولين ديال الشركه ديال بيلا توزيع. فيعني مشكورين على هذه البادره، وان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق للتجار بالنسبه للحفل المسائي، خاصه في المسابقه اللي كتنظمها سنويا لفائده التجار. وهذا الشيء اللي بغينا الشركات دائما تهتم بالتجار وتهتم يعني البقاله، الناس اللي كيبيعوا لها السلعه ديالها، وتحاول ما امكن انها توفر لهم امتيازات بحال اللي كتوفر لهم شركه ديال السبع. وتبارك الله عليكم، شكرا بزاف، تحياتي.